أكون سلحفاة. قبل أن أنام سألتني ماما بأجمل ابتسامة: عندما تكبرين ماذا تريدين أن تكوني؟ قلت: أريد أن أكون سلحفاة، واستسلمت لغمض العيون. في اليوم التالي سألني بابا نفس السؤال: عندما تكبرين ماذا تريدين أن تكوني؟ مذيعة أم مضيفة أم طبيبة؟ قلت: أريد أن أكون سلحفاة. ضحك أبي وقال: غريبة. بعد أيام سألني جدي: عندما تكبرين ماذا تريدين أن تكوني؟ كيف ترين نفسك في الأحلام؟ قلت: أريد أن أكون سلحفاة. ضحك جدي وقال: يا سلام. قالت عمتي: اسمعي يا ابنتي، السلحفاة بطيئة وأنت نشيطة يا حبيبتي. قلت: أريد أن أكون سلحفاة يا عمتي. قال خالي لي: السلحفاة لا صوت لها. قلت: أريد أن أكون سلحفاة مثلها. قالت عمتي: السلحفاة أقدامها تغطيها حراشف ورأسها صغير. قلت: أريد أن أكون سلحفاة، هل هذا كثير؟ سألني الجميع: لماذا تريدين أن تكوني سلحفاة يا صغيرة؟ أجبتهم بضحكة كبيرة: أريد أن أكون سلحفاة فقط لأحمل بيتي معي أينما ذهبت. النهاية.